مرحبا يا حلوين واهلا وسهلا فيكم بقناتي عن جديد. بهذا الفيديو ماني حاطه ميك اب، ماني بلشته بميك اب من دون ميك اب لانه بدي اعمل ويرينج تيست لفاونديشن بعطيكم ريفيو عنه. ويرينج تيست اللي هو انا رح استعمل فاونديشن لاول مره، رح جربه اول شيء خلال الفيديو رح اخبركم عنه، واخر الفيديو ومن بعدها حجربه لساعات بالنهار وبرجع بعطيكم الريفيو الكامل عنه. الفاونديشن اللي عم بحكي عنه لليوم هو من لوريال انفاليبل 24 اورز فريش وير. هذا هو الفاونديشن. هذا الفاونديشن نزل بالماركت عنا بلبنان جديد وانا كثير محمسه اني جربه. فاذا حابين تعرفوا كل التفاصيل عن هذا الفاونديشن خليكم عم تتابعوا الفيديو للاخر، وكمان اذا كنتي اول مره عم تحضري قناتي ومنك مشتركه بعد بالقناه ما تنسي تعملي لي سبسكرايب للشانل، وكمان تتابعيني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن الانستغرام والفيسبوك. وهلا خلينا نبلش بفيديو اليوم. قبل ما بلش واحكي عن هذا الفاونديشن، لوريال اول ما نزلوا الانفاليبل فاونديشن لهم بالماركت خصوصا هون بلبنان بوقتها انا كنت حرقه وجهي بالليزر، انا حكي عن هذا الموضوع حكي عنه بالتفصيل وكيف عالجته. المهم بوقتها انا كنت حرقه وجهي بالليزر وكان بدي فاونديشن، كان عندي مناسبه بدي فاونديشن حطه يغطي لي الحرق بس بنفس الوقت ما احس حالي اني حاطه طبقات من الفاونديشن وحاطه كوركتر وحس في طبقات سميكه على بشرتي. فبوقتها جربت اللوريال انفاليبل وعن جد كان بعقد بعد، كان كتير حلو. حطيته على بشرتي ما حسيت وجهي كيكي، ما حسيت حالي حاطة 100 طبقة على بشرتي وبنفس الوقت غطي لي الحرق. من بعدها لوريال نزلت أكتر من فاونديشن من نفس الكولكشن من انفاليبل، نزلت كتير فاونديشنز لحديت ما هيدا وصل وصار عنا هلأ بالماركت وكتير محمسة اني جربه. هخبركم مميزات هذا الفاونديشن وشو اللي بيميزه عن غيره، وبعدين رح نحطه على بشرتي وراح شوف انا وياكم الكفرج تبعه وكل التفاصيل تبع هذا الفاونديشن. فتت على الويب سايت حتى اخبركم اكثر عن هذا الفاونديشن. هذا الفاونديشن حاطين عنه انه هو 24 ساعه فريش ستينج باور، يعني ببين لا يعني بضل ل 24 ساعه ببين فريش على بشرتكم، ببين بعدها بشرتكم مرتاحه. لونج لاستينج اللي هو بضاين كل الوقت وكمان خفيف على البشره ومقاوم للمي ومقاوم للعرق. بنفس الوقت هني حاطين انه هذا الفاونديشن بيعطي ميديوم تو فول كفرج وهو بالدبل، يعني هو بيعطي تغطيه متوسطه لا تغطيه كامله، وهو فينا نحن نبني قد ما بدنا طبقات لحتى نحصل على التغطيه اللي بدنا اياها. بنفس الوقت هو بضاين كل النهار وبيخلي بشرتكم مرتاحه وعم تتنفس. فكل هول الاشياء اللي حكينا عنها صراحه كثير محمسه اني جربه، كثير محمسه اني جربه كمان خلال النهار. هلا انا اللي اخذته هو باللون 260 اللي هو جولدن سان، هذا هو اللون. اوكي مثل ما شايفين هذا هو اللون 260 اللي هو جولدن سان. في منه اكثر من لون، انتم بتختاروا الدرجه يلي بتناسبكم. سو اول شيء رح اعمله رح اخذ هيدا البرايمر هو من امبريوليز، هو هيدا كثير بحبه تاني استعمله كماسك للبشره، كمان اني استعمله كبرايمر للبشره، وكمان استعمله كموسترايزر للبشره. يعني فيكم تستعملوه كمرطب، فيكم تستعملوه كبرايمر قبل الفاونديشن، وكمان فيكم تستعملوه كماسك لترطيب البشره. بيستعمل لكل انواع البشرات حتى للبشره الحساسه، كثير بحبه بيجي هو الكريم، مع انه انا بشرتي مختلطه ما لازم استعمل اشياء كريمز يعني للبشره لانه بتصير ممكن تطلع لها اكني تطلع لها حب شباب، بس هيدا البرايمر او هيدا البرودكت كثير كثير بحبه وناسب لبشرتي كمان. بحطه على كل بشرتي عشان يرطب لي اول شيء البشره لانه نشفه وخصوصا حوالين الانف نشفه، وبنفس الوقت كنت عم استعمله كبرايمر. من بعد ما حطيت البرايمر والموسترايزر بنفس الوقت اللي هو من امبريوليز على بشرتي، هلا بدي استعمل هذا الفاونديشن. ما ححط برايمر ثاني لانه بدي اشوف هذا الفاونديشن كيف رح يكون خلال النهار. رح احط منه 2 بامبس على الباليت تبعي. اول شيء رح فرجيكم التكستشر لإله ليكو هو يعني قديش هو سائل. شوفوا شايفين قديش هو يعني هيك تحسوه مثل المي، منه سميك ابدا. فراح احط منه حوزع على وجهي بالبراش من هدى بيوتي، راح اخذ من الباليت وراح بلش طبطب الفاونديشن على بشرتي. حفرجيكم ميله بس لحتى احط عليها الفاونديشن وميله ثانيه من دون فاونديشن. رحت على نص الجبين حتى افرجيكم كمان الفرق بيناتهم. سو حطيت الفاونديشن على نص وجهي، النص الثاني ما حطيت شيء عليه بعد.
فرح فرجيكم الفرق بين هاي الميلة وهاي الميلة. اوريدي بعتقد شايفين واضح لعندكم لهلا، بس رح اقرب الكاميرا حتى تشوفوا بالتفاصيل اكثر. قربت الكاميرا حتى فرجيكم الفرق بيناتهم. اول شيء شوفوا الفرق بين هيدا الميل وهيدا الميل. انا حطيت طبقه واحده، يعني حطيت مره واحده فاونديشن. فيكم تزيدوا الطبقات قد ما بدكم، بس انا ماني بحاجه لحط اكثر من طبقه بعد. فشوفوا الفرق بين هاي وهاي. هلا الفاونديشن بعده تقريبا صار منشف، بس رح انا المص وجهي مع انه بعد ما نشف على الاخر وفرجيكم. اخذت محرمه وحجرب اني اكبس على وجهي حتى اشوف اذا حيطلع منه شيء، وبعد ما نشف على الاخر يعني انجأ طالع منه. ما حقدر اعملها فوكس، ما بظن بينت لكم لانه لونه ابيض. اول مره يعني بحطه لهذا الفاونديشن، صراحه كثير حبيت. مثل ما قلت لكم فيكم تزيدوا الكفرج قد ما بدكم. سو هلا رح كمل وراح احط الفاونديشن على باقي وجهي. اوكي، من بعد ما حطيت الفاونديشن على بشرتي، على كل بشرتي، صراحه كثير حبيته لهذا الفاونديشن عن جد. كثير هيك حلو. بعد يعني حاسه بشرتي، ماني حاسه اني حاطه طبقه سميكه على البشره او حاطه فاونديشن على بشرتي، هيك خفيف كثير على البشره. فاكيد حانطر لخلص الفيديو، حانطر خلال النهار وخبركم عنه اكثر بعد. هلا حاستعمل كونسيلر من ميبيلين انستنت ايج ريوايند، هذا بالرقم هاني. هذا الكونسيلر انا شايلت له السبونج عشان حسيت انه هي عم تشرب من البرودكت اكثر، ففضل اني هيك ابرمها وحط على البراش دغري، حط بطريقه الطبطبه. هلا رح اخذ الكونسيلر من ساموا السكن انفي بالرقم 104. هذا الكونسيلر الكفرج تبعه لايت تو ميديوم كفرج، يعني التغطيه تبعيته خفيف لا متوسط. رح حط محل ما بدي ضوي. الطريقه اللي بدي ضوي فيها اني انا رح اضحك شوي، رح حط الكونسيلر وراح وصله لاول الخلق، وبرجع بطلع فيه لحدود عيني، ما حاطلع فيه كثير لفوق بس لحدود عيني. من بعدها راح ضوي منخار بالنص شوي كمان دقن اول يعني من هون، مش موفول لان انا جبيني عالي. واهم شغله اني حط على خطوط الضحكه وكمان حد الشفه هيك حتى اكون عم بعمل كونتورينج كمان لوجهي. هلا الكونتورينج اللي بدي استعمله هو اللون الغامق. رح استعمل من هدى بيوتي هذا التنتور كونتور برونزر، هذا اللون لايت اللي انا كثير بحبه، هو بيجي كريمي كونتورينج. هذا هو اللي رح اعمله، رح اخذ ببرش صغيره من هذا اللون وراح حدد فيه وجهي. من بعد ما حددت وجهي هلا صار وقت اني ادمج. حاترك الكونسيلر على بشرتي بس لتمتصوا شوي البشره، بصير دمجه اسهل واحلى والكفرج تبعه كمان احلى. اذا عم تستعمل كونسيلر بيعطي مات فينش، يعني بينشف بسرعه، بدكم دغري تدمجوه، بس هذا الكونسيلر ما بينشف بسرعه، سو في اتركه على وجهي. حاخذ البرش هاي من مورفي M447 وراح ادمج اول شيء الكونتورينج بطريقه الطبطبه. من بعدها رح ادمج الكونسيلر، رح استعمل البراش من ماك اللي رقمه 159S، وبطريقة الطبطبة رح بلش ادمج. انتو عم تدمجوا، بس تدمجوا بالاخر جيبوا البراش اللي استعملتوه للفاونديشن وهيك ادمجوا او طبطبوا على حدود الكونسيلر، بين الكونسيلر والكونتورينج عشان ما يبين في خطوط. هلا رح استعمل ستروبينج ليكويد هايلايتر من ميبيلين، هيدا رقمه 300 باللون جولد او ديب جولد كمان اللون الغامق شوي. حطيت شوي على الباليت، رح اخذ البرش هاي من مورفي رقمها M536، رح اخذ من الهايلايتر وهيك شيل الزايد منه على الباليت وراح حط على وجهي. اوكي، المطارح يلي هيك بدي ضويها ببشرتي. من بعد ما اشتغلت بالكريمي والليكويد برودكت هلا بدي ثبت بالباودر. اول شيء رح اخذ سبونج هاي من فيس اوف دي، راح طبطب تحت عيوني حتى ثبت بالباودر.
هلا رح استعمل اللوس باودر من لوريال اسمه انفاليبل ماجيك لوس باودر. هيدي الباودر كتير بحبها لاني ثبت فيها تحت عيوني لانه بتضوي تحت العين فبتنشف تحت العين بس بطريقه منا انه بتحسوها كتير منشف تحت عينكم بطريقه كتير ناعمه. فاول شغله مثل ما قلت طبطبت بسبونج بس حتى اتاكد انه ما في اي خطوط او الكونسيلر انه ما عمل كريسينج او فات بقلب الخطوط. رح ارجع اخذ من اللوس باودر رح اخذ الباف، فيكم بالباف وفيكم بالبراش. رح اخذ بالباف شوي صغيره من الباودر رح شيل الزايد ورح ثبت تحت عين. من بعد ما ثبتت بالباودر هلا رح اخذ التشيك ليدرز برونز سكوات باليت من بنفيت ورح اخذ اول شيء اللون هولا. هيدا اللون يلي رح اعمله رح اخذ هيدا اللون هولا بالبرش هاي من سامر خزامي رقم 39 وراح اعمل كونتورينج لوجهي. انا ما ثبتت بالباودر محل ما عملت كريمي كونتورينج، حاستعمل دغري هيدا الباودر رح استعملها بهذا الشكل تكون عم بعمل كونتورينج لوجهي بالباودر، عم ثبت بنفس الوقت الكريمي كونتورينج بالباودر كونتورينج. رح ادمج لفوق من بعدها رح اخذ برش اكبر، هيدي من بوبي براون، هيدي الباودر برش، ورح اخذ اللون كراميل اللي هو اللون بيجي الاغمق واللي بيجي شوي على اورنج، رح اخذه بهاي البرش، رح شيل الزايد على ايدي، ورح هيك بشكل خفيف اني اعمل هيك برونزينج لوجهي، يعني سمر وجهي شوي، بنفس الوقت بدي اكون عم بدمج الكونتورينج، وكمان رح ثبت الكونتورينج لمنخاري. عم بستعمل هايلايتر من فانتي بيوتي اسمه كيلاويت حصلة بيبي وعم بحطه على راس الخد وكمان على راس المنخار. البلاشر اللي رح استعمله من فلاور بيوتي يلي اسمه وورم هيبسكس وبحط البلاشر بهيك طريقة دائرية وبدمج لفوق بهيدا الشكل. شفتوا الخد كيف صار مبين هيك بين اكبر مشقول اكتر. هذا البلاشر على فكرة كمان كتير حلو، فيه لمعة كتير خفيفة بس كتير حلوة. شوفوا الفرق بين هيدا الخد وهيدا الخد كيف صار. اخر شيء اللي رح اعمله رح اخد باودر برش كبيرة وراح اعمل بحركات دائرية تأدمج كل شيء ويبين كل شيء مدموج. سو لهلا الفاونديشن عن جد كتير حلو على البشرة، هيك كتير خفيف على البشرة حتى منه فايت بالخطوط مع انه الكفرج تبعه كتير حلوه وهيك خفيف حسيته على بشرتي وبعده بجنن. هلا رح روح اعمل ميك اب عيوني وبرجع لكم اخر الفيديو. خلصت ميك اب العيون وحطيت الليبستيك، صار لي عم صور تقريبا 4 ساعات، لهلا صار لي 4 ساعات عم صور والفاونديشن بعده عن جد كتير حلو. ما عمل بعد كريسينج حوالين شفافي لانه في فاونديشن لما بيكون الكفرج تبعهم كتير عالي اوقات بيعملوا كريسينج حوالين الشفاف على سمايل لاينز مع عميل ولهلا بعده كتير منيح. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو، انا برجع بعملكم ابديت للفاونديشن بعد كم ساعه حتى افرجيكم خلال النهار كيف كان فاونديشن على وجهي. اذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للشانل، كمان تعملوا لايك للفيديو وتتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هن انستغرام وفيسبوك. الفاونديشن موجود على موقع فيت 22 اذا انتم كنتوا بلبنان او حتى بالعراق لانه فيت 22 صار عنده كمان ابلكيشن للعراق. فاذا حبيتوا هذا الفيديو او حبيتوا هيك نوع من الفيديو خبروني بخان التعليقات تحت وانا بقرا كل تعليقاتكم وانا بشوفكم الاسبوع الجاي بفيديو جديد. باي باي. يا حلوين صار لي 7 ساعات حتى الفاونديشن على وجهي مثل ما شايفين، يعني حتى ما عامل كريستينج بسمايل لاينز هون على خطوط التعبيريه فكتير بصراحة كتير حبيته للفاونديشن، عن جد كتير حلو. هلا أنا مثبتته بباودر بتعطي مات فينش، فيكم تثبتوه بباودر بتكون ما بتعطي مات فينش مثل من مينرالايز سكين فينش من ماك،
كتير حلو، بتعطي ساعات مفنش كمان بتطلع كتير حلو على هذا الفونديشن. فصلوا 7 ساعات على بشرتي وعن جد كتير حلو، كتير حبيته وأكلت وشربت كمان ولبست البيجامة، كل هيدول الأخبار. فإن شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الريفيو مشان هذا الفونديشن. أنا هذا الفونديشن كتير حبيته، حلو تستعملوه خلال النهار، كمان حلو تستعملوه إذا عندكم مناسبة، لأنه التخطيط تبعيته عن جد كتير حلوة.